الأيام ولا يحلو الكلام إلا بعد الصلاة على الحبيب المصطفى وعلى آل بيته خير الأنام. فصل اللهم عليه وعلى آله وعجل فرجهم يا أرحم الراحمين. في ذلك اليوم الذي لا يشبه غيره من الأيام طفأت النار التي كانت موقدة دوماً في إيوان كسرى جنوب مدينة بغداد وانشق حائطه، وفشلت الحملة العسكرية لأبرهة ملك بلاد اليمن والحجاز العسكري على مدينة مكة المكرمة رغم استعانته بالفيلة، ولهذا سمي ذلك العام بعام الفيل وانتهى حكمه. فأية بشرى حملت تلك العلامات يا ترى؟ في بيت صغير في مكة المكرمة بثق نور اتصل بأنوار السماء، فلا هو شمس ولا قمر أو نجم، إنه من سيخرج الناس من الظلمات إلى ضياء الرحمة الإلهية، نور من اسمه في الأرض محمد وفي السماء أحمد، سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من عشيرة آل بني هاشم، توفي والده قبل ولادته أثناء تجارة بعيدة، وأمه السيدة آمنة بنت وهب التي ربت نبينا اليتيم حتى عمر السادسة، وهو العمر الذي فقد فيه حضن أمه الدافئ لتتركه يتيم الأب والأم، فكفله جده عبد المطلب سيد قريش. عرف نبينا منذ صغره بالصدق والأمانة، فكان لقبه بين الناس الصادق الأمين. وعندما صار شاباً اشتغل بالقوافل التجارية وكان يؤتمن على البضائع والأموال، وتزوج نبينا الكريم من السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام، ورزق منها بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. وعندما بلغ عمر نبينا الكريم 40 عاماً حتى نزل الوحي الإلهي عليه في غار بعيد اسمه غار حراء، وكان ينفرد فيه لوحده، وأول كلمة خاطبه بها الملاك جبرائيل هي اقرأ، فأجابه النبي ما أنا بقارئ، فأكمل الملاك جبرائيل قائلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد أن أعلن دعوته على الناس خاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معركته الأولى ضد الكفار في شهر رمضان المبارك، وسميت تلك المعركة ببدر الكبرى. وكمن سبقه من الأنبياء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معجزة أذهلت العالم بأكمله، وهي كتاب القرآن الكريم، وقد ذكر اسمه 4 مرات في القرآن الكريم، ومن ألقابه أيضاً كطه والبشير وياسين والنذير والصادق والأمين. وقد وصف الله تعالى بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولخصها بجملة واحدة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.